السؤال: ما هو حكم الكلام في الهاتف بين البنات والأولاد والتشات بين الجنسين دون الخروج عن الأدب؟ الجواب يا إخوان: القضية ليست قضية أدب وخروج عن الأدب، وإنما هي قضية شرعية وقضية فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالمرأة إذا كانت تتكلم مع رجل أجنبي في الهاتف أو بينهما شات، فهذا يعني باب عظيم للفتنة، خاصة الكلام، فإن صوت المرأة مثير جدا للرجل، وتكلمنا عن ذلك كثيرا، وذكرنا أن الحسن البصري رحمه الله وهو من سادات التابعين يقول: إن المرأة لا تزال تحدث الرجل حتى يمضي على فخذيه. فالمرأة عليها أن تتحفظ وأن تحتشم، ولا يوجد ضابط للفتنة بصوت المرأة. فكما يعني يقول أهل العلم: لكل ساقطة لاقطة، والمثل في مصر يقولون: كل فولة ولها أكال أو ولها كيال. فلا يمكن أن ينضبط الأمر ويقال صوت هذه فيه فتنة وصوت هذه ليس فيه فتنة، وإنما صوت المرأة بصفة شاملة عورة، لا يجوز لها أن تتحدث مع رجل أجنبي إلا على قدر الحاجة، إذا دعت الحاجة، ويكون بغير خضوع وبغير تكسر. والشات قريب من ذلك، الشات قريب من ذلك، فعلى المرأة أن تجتهد وأن تبتعد عن مثل هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما العمل كمذيعة ونحو ذلك فهذه مصيبة، هذه مصيبة من المصائب. المرأة نقول إن صوتها عورة، فكيف تعمل مذيعة؟ يعني كأنها كاشفة لعورتها بصفة دائمة. بارك الله فيكم.